كان عندنا مقابلة مع متصدر نجم بن عكنون، لقاء متصدر في العاصمة في 2023 ما كانش إعلام لقبل المقابلة. وأنا نقول بلي اليوم كانت فرصة كبيرة، ما نقولش التحكيم، نقول الحكم، لأنه ليزاسيستون كانوا ما شاء الله كانوا أجور ويلعبوا وخدموا بيان. مي لابي دو ساندر كي شاف بداية قوية تاعنا في اللقاء وسجلنا الهدف دار 90% كونتر الفريق تاعي طول القسم الثاني، اللي راح يصعد راح يتعين بطريقة غير رياضية، ونقولها والعودة مسؤول عن كلامي، رغم أننا ماش لعبوا على الصعود لكن جينا لعبنا بكل نزاهة. عيط رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ما يرفعش ليك التليفون، نسيت نعيط فني أيضا رئيس القسم الثاني الهاوي ما يرفعش التليفون، نسيت نعيط فني أيضا رئيس لجنة التحكيم حمودي ما يرفعش ليك التليفون، وبعدك تلقاهم يدير ديك رابور ويقول لك ها زاوي والله المدرب الفلاني، أو أنا سمعنا كومبري ونخدم روجة الفريق تاعي بنجيب ريزيلتا بنخدم على روحي نجي تكسرني. أنا اليوم والله لكرهت الفوتبول الجزائريان، كرهت كاين أمور غير رياضية وغير أخلاقية في كرة القدم خاصة من القسم الثاني وهبط.